فاهمني؟ والله وارسله. ايش فيك سعيد؟ شو مرقد؟ كنت هارج مع جدران انا، هارج مفلفلت مع جدران. صدق اذا والله دخلوا قومت عليك؟ واحد لصلاة الظهر، دخلوا عليك؟ شفت ان قومت واحد لصلاة الظهر انا ما فيني خير. مين والله لعبتهم والله العظيم تعاملي مع بزران انا والله انا منبههم قبل شوي، والله العظيم انا هارج قدام البث، قدام البث. عشان امر الرسالة اني انا برقد انا والعيال اللي كنا صاحيين عشان الناس ما تسأل تقول يشتغل على البث مضبوط وعشان الناس تفهم. اقسم بالله قلت ورش داخل علي ثلاث مرات، مشاري اربع مرات، سيف ثلاث مرات، عبد لك شو اسمه كرعاني مرتين. كيف تنام انا ما ادري يعني. احنا مشكلتنا الناس اللي تبى تكسب جمهور بالتميلح، هذه مشكله، مشكله كبيره كبيره. اللي ما عنده شيء يكد شعره يسوي لك كويس يكشخ ويجلس برا، بس هذه هي، هذا المحتوى الموجود اساسا. الله يعطيهم العافيه. والله والله العظيم منبهينهم. قسم بالله ان انا فيصل الى معانا نوم ما دخلنا. قلت يا جماعه لا عبد الله ما في اختلاف، لما تدخل مره واحده تدخل ودخلتك واحده ولا أنا ولا تخلص دخلت ولا تخلص شغلك من الغرفه تاخذ اغراضك وما تروح وتجيني وتكد حبه من شعرك وترجع وتدق بعطر. انت يا تعاندني يا تعاند نفسك. ادخل لي ها هذا الامر طيب انا اوريك تمشي. خلي يطلعون نهايه الاسبوع كل واحد عليه 3000 في الصلاه. طور الاجر اللي من وراه ما ابغاه. شفت الاجر اللي من وراهم ما ابغاه. متنازل عن وجه الله. والله طريقتهم غلط، احنا مكلمينهم. انا هارجي بنفسي ما احتاج يعني. احنا كلمناهم هنا. شكرا يا سيف شكرا. كيف يطلع لي شغله؟ يقول له ماني مطلع. ليه؟ قول له ماني مطلع يا اخوي. فضفاض على بنطلون؟ ليه فضفاض على بنطلون؟ داخلين ستار اكاديمي انتم؟ ادري عنه هو. يا اخي افهموا الحياه الله يرحم والديك مو من الواقعيه. احترموا انفسكم يا اخي. ايش اللي جو انتم في ستار اكاديمي؟ تراك برنامج زفت واقعي. زفت واقعي ما هو ستار اكاديمي. كل واحد معطيها مش انه والله العظيم قله حياه.